حماد. مروان حماد. معوض حماد ايش فيك؟ تعتبر نفسك مدمن على الهاتف؟ والله اذا تيجي على الواقع خلينا نقول 99% او 90% خلينا نقول من الشعب هو مدمن على الهاتف. طيب اذا جاوبني انت كشخص مدمن تعتبر نفسك مدمن؟ انا لا ما اعتبر نفسي يعني مدمن. كم عدد ساعات تقريبا تقضيها يعني على الموبايل باليوم مثلا؟ باليوم مثلا اذا تجمع الدقائق كلها ما تتجاوز ساعة وربع. طيب انت شخصيا مدمن على الهاتف تعتبر نفسك مدمن؟ على مدمن. تقريبا كم ساعة تستخدمه باليوم؟ والله تقريبا الصبحيات 4 ساعات 3 ساعات لان انا صاحب محل تجاري يجون يتقاطعون بالليل ساعتين لان التليفون ياخذونه مني يعني الاطفال. كم ساعة تقريبا باليوم؟ كم ساعة تقضي على الموبايل باليوم تقريبا؟ والله استاذ العزيز كم ساعة هوني على مستوى عملنا ما نقضي كثير، بس اذا بالبيت تقضي لك 4-5 ساعات على الهاتف. 4-5 ساعات باليوم؟ تعتبر نفسك مدمن على الهاتف؟ لا. طبعا شفتك من بعيد لازم الموبايل قلت هذا اكيد مدمن. لا أوكي. لا كم ساعة تستخدم الموبايل باليوم تقريبا؟ يعني بس وقت شغلي. يعني انطيني وقت معين. تقريبا 3 ساعات. 3 ساعات باليوم. مرحبا عمو. الله يقويك ان شاء الله. شكرا جزيلا. تعتبر نفسك مدمن على الهاتف؟ لا لا. طيب كم ساعة تستخدم باليوم تقريبا؟ تقريبا 2 ساعة بالكثير. كلش مليح. نعم. اوكي تعتبر نفسك مدمن على الموبايل؟ انا لا. عندك موبايل او لا اول شيء؟ عندي. طيب كم ساعة يعني تقريبا تستخدمه باليوم؟ ساعتين. ساعتين. تعتبر نفسك مدمن على الهاتف؟ يعني تقريبا 50%. اوكي 50%. يعني كم ساعة تقريبا باليوم تستخدمه؟ يعني تقريبا 6 ساعات إلى 7. الى 7. قبل كانت العائلة تجتمع وصلة الرحم موجودة بشكل، أما الآن صلة الرحم ممكن تكون عن طريق رسالة أو اتصال، وحتى من يجتمعون أول ما يدخل البيت يسأل عن رمز الراوتر. قبل التسوق كان لازم تنزل وتعاين المنتج وتتعنى حتى طريق طويل حتى تصل للمكان اللي تحب تتسوق منه، أما الآن بضغطة زر وبموقع معين بكافة المنتجات اللي تحب توفر على نفسك وقت وجهد وحتى في بعض الأحيان مال. قبل ما كان أكو أي وظائف عن بعد اللي هي أونلاين، لأنه أصلاً ما كان أكو لا شبكة عنكبوتية ولا أجهزة ولا ولا ولا. أما الآن من أكثر الوظائف المطلوبة هي اللي تكون أونلاين. قبل ما كان عندنا ما يسمى بأصدقاء الإنترنت، أما الآن صار عندنا معارف وعلاقات وأصدقاء من كافة أنحاء العالم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. هسه إذا نرجع للمقارنة بين قبل والآن راح نلاحظ تفاوت الإيجابيات والسلبيات، يعني ماكو إيجابية مطلقة لقبل ولا أكو إيجابية مطلقة للآن. الفكرة بأنه نحن نحدد إذا ما كان هذا الجهاز اللي نستعمله مفيد أو مضر، نحن مخيرين بحسب استعمالنا له.